تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا احبائي مرحبا عمو يزيد راهو فرحان بزاف اللي راكم هنا معاه وانتوما فرحانين برافو مرحبا بكم احبائي دائما 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 عمو يزيد سعيد شحال راكم شابين اليوم تعالي بنتي روحي الشابه روحي تعالي 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 وقفي قدامي واسمك بنتي نور ملاك نور ملاك اسمك شباب بصح طويل احنا نعيطوا لك نور ولا ملاك 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 الله يبارك وين تسكني بنتي في البويرة في البويرة تعرفوا البويرة عبالكم بلي البويرة فيها اماكن جميله كيما تكجدا وكامل شابه نعم الله يبارك شحال في عمرك بنتي 8 سنين قراي مليح الله يبارك برافو 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 بنتي احبائي انتما قاعد تقراو مليح نعم برافو 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 روحي روحي الشابه روحي روحي قولي لي تعالي أروحي أروحي بنتي أروحي 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 الشابة قولي لهم اسمك دينا دينا وين تسكني دينا دوري هكذا دوري تخشي الشابة وين تسكني دينا في زموري وين في زموري في زموري زموري الشواطئ الجميلة أو عمو يزيد جي عندكم البحر ها نجي ها قولي يا برافو برافو بنتي الله يبارك الله يبارك أحبائي عمو يزيد دائما سعيد باستقبالكم هنا روحي بنتي تعالي روحي قولي لي روحي واسمك الشابة روحي قولي لنا واسمك بنتي خديجة خديجة اسمك شباب وش راكي بنتي لاباس شحال في عمرك عامين شحال حال عام شحال خمسة ستة خمسة خمسة يا خمسة برافو برافو بنتي برافو 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 تعال وليدي أروح 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 وليدي وقف هنا الشاطر هكذا 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 دور 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 باش تخرج الشباب واسمك وليدي بلال اسمك بلال شحال في عمرك وليدي ستة ست أيام ست سنين ست سنين عم بالي ست شهور بالي كبير وين تسكن بلال في رواجة رواجة وين جاي رواجة هذه في الجزائر العاصمة في الجزائر في الجزائر ماشي في العاصمه في الجزائر هنا الله يبارك برافو 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 وليدي برافو برافو احبائي شيء جميل انه عمو يزيد يستقبلكم هنا ونضحكوا ولكن دائما دائما في هذا الترفيه والضحك هذا واللعب والغناء وكامل دائما تكون عندنا رسائل رسائل باش نتعلموا منها المثابره النظافه البر الوالدين يا اخي احبائي في كل مره في اطار ترفيه نتعلموا بزاف حوايج اللي يساعدونا في حياتنا اذا احبائي في هذه الفتره هذه كاين ايام عالميه مهمه 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 جدا على بالكم يوم 3 نوفمبر كاين اليوم العالمي للطف لا جورني انترناسيونال دو لا جونتيس شوفوا احبائي اللطف لا جونتيس شحال مهمه في حياتنا داروا لها يوم عالمي للتحسيس تحسيس الناس باش يكونوا لطفاء انتم لطفاء يا اخي احبائي لازم تكونوا لطاف مع اصدقائكم مع عائلتكم مع اقاربكم مهم جدا اللطف احبائي برافو يوم 7 نوفمبر هو اليوم العالمي للكاتب الافريقي احبائي الكتاب مهم جدا في حياتنا تحبوا الكتب والمطالعه اذا داروا يوم عالمي يوم 7 نوفمبر للكاتب الإفريقي مهم جدا أننا نتوقفوا ونديروا تقدير للكاتب الإفريقي واليوم عمو يزيد لكم مفاجأة 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 راح نتعرفوا على كاتب مهم مهم جدا يوم 8 نوفمبر هو اليوم العالمي أحبائي لمكافحة الاستهزاء والسخرية في المدرسة على بالكم باللي السخرية والاستهزاء يا
يعني الانتيميداسيون في المدرسة شيء خطير. كي نتمسخروا بصحابنا اللي قراوا معانا، نتمسخروا بهم، نقولوا انت ماشي شباب، انت ماكش لابس مليح، انت راك هكذا. هذا احبائي ما لازمش كاع يكون، على بالكم علاش؟ لانه الانسان باش يعيش مرتاح كيما ترك في المدرسه، باش تعيش مرتاح واش لازم؟ لازمك انت تعامل الناس كيما تحبهم هما يعاملوك. اذا تحب اصدقائك ما يستهزاوش بيك، يكونوا لطاف معاك، يكونوا جونتي معاك، انت لازم تكون هكذاك، لازم انت تكون لطيف معاهم. لازم نبتعدوا عن الاستهزاء والسخرية. إذن هذا نداء من هذا المنبر، أحبائي الأطفال، من فضلكم من فضلكم ابتعدوا عن الاستهزاء والسخرية في المدرسة، ما تسخروش مع أصحابكم أصدقائكم. يا أخي أحبائي، جميل جميل. أحبائي في بداية كل حصة نقولوا لأصدقائنا الأطفال كيفاش يقدروا يشاركوا كما أنتم جيتوا وشاركتوا وعيتنا لكم وكلمناكم واستضفناكم. إذن أحبائي الأطفال اللي حبيتوا تشاركوا في حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الأنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الأنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية تاع الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل 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 كامل. أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا صديقنا. شوفوا عمو يزيد كيديروا هكذا، يسكت. تحبوا الحيوانات؟ شوفوا شحال هايلين. هذه حديقة عمو يزيد. إذن أحبائي نستقبلوا بريد أصدقائنا الأطفال اللي يرسلونا عبر موقع الأنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي جبنا البريد؟ ساعي البريد. إذن استقبلوا معايا جليلو، تعال تعال بريدي تعال. مرحبا عمو يزيد. مرحبا، واش راك جليلو؟ لاباس. واش جبت لنا جليلو؟ بريد الأطفال. بريد الأطفال. إذن جليلو أصغر ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد. إذن جليلو ضع البريد في علبة البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لأصدقائنا الأطفال، باش من بعد عمو يزيد يقراه لأصدقائنا الأطفال. وإحنا أحبائي في هذه الفترة، هذه فترة مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة أحبائي. كاين ثاني يوم مهم جدا جدا جدا، يوم 28 أكتوبر. هو اليوم هو عيد الإذاعة والتلفزيون في الجزائر. يوم 28 أكتوبر 1962 هو اليوم الذي استرجعت فيه السيادة على مبنى الإذاعة والتلفزيون. يعني أصبح التلفزيون والإذاعة أصبح جزائري يوم 28 أكتوبر 1962. إذن هي مناسبة عزيزة علينا. أحبائي تحبون الألغاز؟ إذن لغز اليوم يقول، تبعوا معي مليح، شخص عمره 45 سنة، ابنه عمره 25 سنة، قبل كم من سنة كان عمر الأب ضعف الابن، ضعف عمر الابن. شخص عمره 45 سنة، ولده في عمره 25 سنة، قبل كم من سنة كان عمر الأب ضعف عمر الولد الابن. أحبائي وانتم تاني أحبائي لكم تشوفوا فينا، تقدروا تجاوبوا على اللغز كما أصدقائنا اللي رم هنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي سبتوا الجواب على اللغز، عرفتوا شوية؟ معليش فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا. وإحنا بما أننا في هذه الفترة يوم 7 نوفمبر هو اليوم العالمي للكاتب الإفريقي، نروح نكتشف مع بعض كاتبة جزائرية نعتز بها. اليوم راح نكتشف شخصية أحلام مستغنمي مع وفاء مداس. تفضلي بنتي، تفضلي وفاء.
إذا تصفيقة تصفيقة على بنتي وفاء، تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. أحلام مستغانمي، أحلام مستغانمي كاتبة وروائية جزائرية، كان والدها محمد الشريف مشاركا في الثورة الجزائرية، عرف السجون الفرنسية بسبب مشاركته في مظاهرات 8 مايو 1945، وبعد أن أطلق سراحه سنة 1947 كان قد فقد عمله بالبلدية، وأصبحت الشرطة الفرنسية تلاحقه بسبب نشاطه السياسي بعد حل حزب الشعب الجزائري الذي أدى إلى ولادة حزب جبهة التحرير الوطني. عملت أحلام في الإذاعة الوطنية مما خلق لها شهرة كشاعرة، إذ لاقى برنامجها همسات استحسانا كبيرا من ظرف مستمعين. انتقلت أحلام مستغانمي إلى فرنسا في السبعينات، حيث تزوجت من صحفي لبناني، وفي الثمانينات نالت شهادة دكتوراه في جامعة السوربون، تقطن حاليا في بيروت، وهي حائزة على جائزة نجيب محفوظ لعام 1998 على روايتها ذاكرة الجسد. يقول نزار قباني عن روايتها ذاكرة الجسد وعن الكاتبة أحلام: روايتها دوختني، وأنا نادر ما أدوخ أمام رواية من الروايات، وسبب الدوخة أن النص الذي قرأته يشبهني إلى درجة التطابق. برافو 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 أحبائي. إذن أحلام مستغنمي كاتبة وروائية جزائرية نفتخر بها ونعتز بها، وخاصة عندها رواية ذاكرة الجسد اللي نالت شهرة عالمية. إذا نفتخر بكل الطاقات الجزائرية والناس اللي شرفوا الجزائر. إذا تحياتنا للسيدة أحلام مستغنمي. شكرا. أحبائي، مدام تكلمنا على اليوم العالمي، يوم 8 نوفمبر هو اليوم العالمي لمكافحة الاستهزاء والسخرية في المدرسة، عمو يزيد حب يغني لكم اليوم مدرستي. في الأغنية نقول: هي قصري ومملكتي، كم أحب مدرستي. إذن أحبائي يجب الابتعاد عن الاستهزاء والسخرية، حتى أصدقائنا والأطفال كامل لما يكونوا في المدرسة يحسوا روحهم في ديورهم في بيوتهم. قولك: هي قصري ومملكتي. تغنوا معي مدرستي؟ يلا نغنوا مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. يا مدرستي اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يكفاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي يكفاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي.
أخواني أمضي إليها بتفاني، ألعب وأمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. أدرس فيها مع إخواني، أمضي إليها بتفاني، ألعب وأمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي، ما أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أجد بها كوم يتي، هي كنز المعرفتي، فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. برافو 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 برافو. إذا أحبائي هي بيتي الثاني، هي قصري ومملكتي، أمضي إليها في أمان. إذا يجب الابتعاد عن السخرية والاستهزاء. أحبائي نحبوا كامل الأطفال صحابنا، نلعبوا معاهم، نقراوا معاهم، نروحوا عندهم البيت، نحتفلوا بأعياد ميلادهم. يا أخي أحبائي كاع الأطفال أصدقائنا. وانتم تاني يا أحبائي من هذا المنبر ابتعدوا عن كل أنواع السخرية والاستهزاء، حبوا بعضكم بعض، حبوا أصدقائكم يا أحبائي. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ اليوم عمو يزيد جاب لكم مفاجأة، راح نروحوا مع عمو رشيد اللي جانا من مدينة ميلا بألعاب الخفة. يلا نكتشفوه مع بعض. Thank you.
شكرا 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 عمو رشيد على هذه العاب الخفة الجميلة الجميلة. عجبتكم العاب الخفة؟ نعم. دركا نروحوا في فقرة جميلة جميلة جميلة، هي فقرة هل تعلم. في كل مرة نكتشفوا معلومة، نروحوا مع دعاء العلالي نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم. إذا تفضلي تفضلي دعاء بنتي، تفضلي تفضلي. تحية تحية الدعاء بنتي، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن أكثر اللغات شيوعا في العالم هي لغة الماندراين الصينية، وتأتي بعدها الإسبانية، وبعدها الإنجليزية حسب عدد المتحدثين بها؟ برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. إذا أحبائي، أكثر اللغات شيوعا في العالم اللي يتكلموها بزاف الناس هي الماندراين، هي اللغة الصينية. اللغة الصينية بما أن الصين يتعدى 1,500,000,000 أحبائي نسمة، نسمة يعني عدد هائل، هي أكبر البلدان كثافة سكانية. ومن بعد مباشرة وراها هي اللغة الإسبانية اللي ثاني أكثر لغة شيوعا في العالم، دوك يتكلموها في إسبانيا في البرتغال، يتكلموها في كل أمريكا اللاتينية، كلها دول عديدة عديدة تتكلم الإسبانية، وبعدها تجي اللغة الإنجليزية شيوعا في العالم. في كل مرة نكتشفوا معلومة هكذا، معلومات جميلة. برافو أحبائي. في كل مرة نحب نحكي لكم حكاية جميلة جميلة، على بالي بلي تحبوا الحكاية، تحبوهم؟ نروحوا دركا نحكي لكم حكاية السلحفات والبطاط، يلا معايا. أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية جميلة، هي حكاية السلحفات والبطاط. واحد النهار كانت واحد السلحفات تمشي هكذا وكامل، ولكنها كانت حزينة، تشوف في السماء هكذا، تشوف الطيور، تشوف الحيوانات السريعة، تشوف القطط، تشوف الأرانب. إيه قالت أنايا أنا بطيئة نمشي غير بالعقل، وعندي شغل داري هذيك لاكوكي اللي فوقي هذيك كبيرة، وما نقدرش نشوف العالم، ما نقدرش نطلع، ما نقدرش نجري، ما نقدرش. قعدت هكذا تتأسف تتأسف، قالت الناس راهي تطير في السماء وتشوف المناظر الجميلة. كانت هذيك السلحفات حزينة حزينة مسكينة، وتقول لهم أنا مانيش نقدر نطير، مانيش نقدر نشوف، ما شفت والو، ما شفتش المناظر وكامل، وقعدت تمشي هكذا. ومن بعد فاتوا عليها سرب من البطاط، البطاط الصغيرة الصغار شوية، شافوا هكذا قالوا لها وش بيك؟ قالت لهم أنني حزينة، ما شفتش أنتم تطيروا، عندكم حرية تروحوا وين تحبوا وكامل. قعدوا يشوفوا هكذا. من بعد كانت الملكة تاع البطاط هذوك تكلمت معها، قالت لها كي حابة تشوفي؟ قالت لها أني حابة، أني حابة نشوف. دارت لعندهم قالت لهم شوفوا، روحوا جيبوا عصا، وكل بطة تمسك من طرف العصا، وهي السلحفات قالوا لها حكمي بفمك هكذا في العصا ونطيروا بك، يعني البطات يطيروا بها. عبالكم أحبائي البط، كاين البط الكبير هذاك ما يقدرش يطير، ولكن كاين البط الصغير اللي يقدر يطير، كاين أنواع من البط اللي تقدر تطير، كاين اللي ما تقدرش تطير، هذوما اللي يقدروا يطيروا. إذا راحوا هكذا جابوا العصا هذيك، قالوا لها مسكي هنا بفمك حكمي في العصا، حكمت في العصا هكذا، وهما حكموا منه ومن العصا وطاروا بها، قعدوا طايرين بها. فرحت، قعدت تشوف هكذا، شفت الدنيا لأول مرة من الفوق. ومن بعد جاز عليهم سرب من الطيور، جازوا عليهم شافوا هكذا، قالوا هذه مادام مرفدينها هكذا وكامل، هذه تكون ملكة، هذه سلحفات. فادوا عليها قالوا لها أنت ملكة، أنت ملكة. بعد هي حسبت روحها هكذا وجات تهضر معهم، قالت لهم أنا غير، قالت أنا، فتحت فمها هكذا طاحت من العصا هذيك، لأنك كان لازم تقعد شدة، افتخرت هكذا وقالت لهم أنا، طاحت طاحت مسكينة وتوجعت كي طاحت هكذاك وكامل، لأنها ما ردتش بالها. عمو يزيد عمو يزيد، العبرة من هذه القصة هي الشعور الفارغ بالفخر والتميز عن الآخرين والرغبة بالتحدث عن النفس غالبا ما يؤدي إلى نتائج سيئة. برافو 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 برافو. إذن أحبائي، الإنسان دائما دائما يرد باله
ما لازمش يتفاخر وكامل زيادة عن اللزوم، لأنه الإنسان لازم يكون متواضع. لازم هي فرحة هكذا يقولها أنت يا ملكة ملكة، وجد راح تقول لهم أنا جد راح تهدر طاحت. إذا الإنسان لازم يرد باله أحبائي يا أخي. إذا أحبائي الإنسان ما لازمش دائما يتهور، ما لازمش يبالغ في الأشياء، لازم يكون متواضع أحبائي يا أخي. واش رأيكم دركا؟ كاين واحد الفقرة جميلة 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 راح نتعرفوا فيها على مدينة من مدننا الحبيبة في الجزائر. هي فقرة تعرف على مدينتي. اليوم راح نتعرفوا على مدينة الجزائر العاصمة مع دنيا العلالي. تفضلي بنتي تفضلي. إذن أحبائي رحبوا معايا بدنيا العلالي في فقرة تعرف على مدينتي. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة الجزائر العاصمة هي عاصمة الدولة الجزائرية، كانت تسمى بني مزغنة وسميت إيكوزيوم وأيضا البهجة المحروسة والجزائر البيضاء. سميت بالبيضاء نسبة للون الأبيض الذي طلي على مبانيها. تقع شمال الجزائر، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ولاية بليدة، ومن الشرق بومرداس، أما غربا ولاية تيفازا. تقدر مساحتها ب 1190 كيلومتر مربع، وتعتبر أصغر مدينة في الولايات، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 3 ملايين نسمة. تضم 13 دائرة و57 بلدية. احتلت المدينة منذ عام 1830 ميلادي من قبل القوات الفرنسية، إلا أن استقلت عام 1962 ميلادي. تزخر العاصمة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويرتكز بها العديد من الصناعات. توجد بها عدة معالم تاريخية وأثرية، نذكر منها مقام الشهيد، جامع كتشاوة، الجامع الأعظم، حديقة التجارب الحامة، كنيسة السيدة الإفريقية، قصر الرايز، المتحف الوطني للفنون الجميلة، وكذلك حي القصبة العتيق والذي يعتبر قلب تاريخي بالإضافة لطول شواطئها الرائعة. برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. إذن أحبائي مدينة الجزائر زاخرة بعدة عدة عدة أشياء ومنتزهات جميلة. مدينة الجزائر إذن كل مدن الجزائرية فيها خاصية نكتشفها في كل حلقة، ومدينة الجزائر العاصمة هي عاصمة الدولة الجزائرية، ومدينة جميلة 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 جدا يجوها الزوار من كل مكان. أحبائي الحقنا دركا الفقرة اضحك معنا. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون عنده؟ تعالي بنتي أروحي أروحي الشرطة، اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ خديجة. خديجة، وين تسكني خديجة؟ فريفالون. في فريفالون، الله يبارك في الجزائر العاصمة. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. الله يبارك، راكي لابسة شكولا عروسة، الله يبارك. شكرا لك. ربي يحفظك إن شاء الله بنتي. احكي لي النكتة تاعك بنتي. قال لك قالوا لواحد الولد اكتب لنا نص فيه 10 صفحات. كتب في الصفحة الأولى ركب الرجل على الحصان، وكتب في الصفحة الأخيرة نزل الرجل من على الحصان، وفي باقي الصفحات كتب درق درق دقر 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 دقر. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو، نص جميل. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ برافو برافو بنتي برافو. شكون اللي عنده؟ تعالي بنتي أروحي أروحي الشب. تعالي أروحي بنتي أقعدي. واسمك؟ اسمي نورسين. نورسين الله يبارك، شاطرة. شحال في عمرك نورسين؟ 11 سنة. 11 سنة، شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك، احكي لي نكتة تاعك بنتي. واحد راح عند صاحبه قال له واش حطيت لي في الغداء؟ قال له العدس. قال له ما نحبش العدس. قال له كل كل العدس فيه الحديد. وفي المرة اللي الجاية جا هذاك اللي كل العدس عرض صاحبه. صاحبه قال له واش درت لنا الغدام؟
قال له حط له طبسيته حديد، بعدها قال له كول كول الحديد فيه العدس. برافو برافو، خلفها له. برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي اروحي اروحي الشابة، تعالي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ سارة. سارة، شحال في عمرك سارة؟ 11 سنة. وين تسكني بنتي؟ باب الواد. باب الواد، الله يبارك، حي جميل جميل وعريق في الجزائر العاصمة. إذا بتحكي لنا النكتة تاعك. واحد الأستاذ سقس التلاميذ، قال لهم أستاذ الفرنسية، قال لهم كيفاش يقولوا نجمة بالفرنسية. قال له واحد التلميذ اللي طوال، ومن بعد قال له قول هذه في جملة مفيدة، قالوا اللي طوال يقعد من اللور اللي قصر من قبل. برافو 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 بنتي، برافو. شكرا 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 أحبائي. دركا نروحوا الفقرة الجميلة، هي فقرة رسائلكم. هذه الفقرة اللي عمو يزيد يقرأ فيها الرسائل اللي جابهم لنا جليلو ورسلتونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذن ميميشا جيبي لنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش عمو يزيد يقرأهم هنا في البرنامج، وانتم أحبائي باش ترسلونا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com. أعطونا تحية لميميشا. شكرا 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 ميميشا. الرسالة الأولى، إسراء كدام 5 سنوات، مدينة الشبلي ولاية البليدة. يا السلام على المتيجة. قلت لكم أود المشاركة في الحصة لأنني أحب عمو يزيد وأتمنى الاتصال في أقرب وقت. إن شاء الله نتصل بك في أقرب وقت، حنا رانا متشوقين أكثر منك بنتي. قلقالة سمر وقمر، سمر 7 سنوات وقمر 3 سنوات، من عنابة. الله يبارك مدينة عنابة الجميلة. قلت لكم أريد مشاركة بناتي، هذه أمهم اللي كتبت، بالحصة مع عيد ميلادهم اللي هو راه قريب. الله يبارك إن شاء الله. سمر وقمر قلقالة من عنابة، نستقبلكم في أقرب وقت وتحتفلوا معنا بعيد ميلادكم، وإحنا تاني نفرحوا باستقبالكم. برافو برافو. شكرا شكرا شكرا. مخزم محمد 9 سنوات، مدينة الحناية ولاية تلمسان. قالكم عمو يزيد أتمنى أن تشارك في حصتك المبدعة والمثقفة، ولكن أنا أسكن بعيد، أنا أسكن بعيد كثيرا عنك. أحبك عمو يزيد، أنا أحبك كثيرا وأتمنى أن تأتي إلى مدينتنا الحناية ولو مرة واحدة. أحبك. إذن مخزن محمد 9 سنوات ولدين، ووعدك باللي إن شاء الله بربي راح نجي على الأقل مدينة تلمسان، وين تقدر تجينا للحفل ولا نستضيفوك هنا في الحصة. نتكلموا مع الوالد والوالدة، إن شاء الله بربي نستضيفوكم وتجوا عندنا هنا. شكرا. قفصي زياد 9 سنوات، مدينة الأغواط. يا سلام على مدينة الأغواط. أريد المشاركة لحبي للحصة ولعمو يزيد. إذن قفصي زياد، عمو يزيد تاني يحبك والأطفال قاع يحبوك ويرحبوا بك، إن شاء الله تجي تحضر معنا. الرسالة الموالية، كدور دعاء 12 سنة من مدينة زيرالدا الجزائر العاصمة. أنا أحب كثيرا عمو يزيد وأريد أن أغني وأرسم معه ويرى موهبتي. أحبك عمو يزيد، من فضلك اقبل مشاركتي في الحصة. كدور دعاء مشاركتك مقبولة بنتي، حتما راح نكلموك تسجيلات شوية كثيرة، ولكن حتما راح سوف يسير دورك بنتي ونكلموك وجيت فرحي معنا. إذا شكرا على هذه الرسائل، وانتم أحبائي إلى حبيتوا ترسلونا ما عليكم إلى توجهوا موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذا أحبائي شكرا شكرا على هذه الرسائل الجميلة 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 الجميلة. ودركا أنا نحط صديقي باش ياكل شوية، تفضل. يلا حقنا دركا لفقرة الجواب عن اللغز. أحبائي فكرتوا في اللغز. شخص عمره 45 سنة، ابنه عمره 25 سنة، قبل كم من سنة كان عمر الأب ضعف عمر الابن؟ شكون عنده جواب؟ شكون 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 عندكم جواب؟ تعال أروح ولدي.
تعال أروح. واسمك الشاطر؟ آدم. آدم، شحال في عمرك آدم؟ ثمانية. ثمانية؟ ثمان أعوام. ثمان أعوام، الله يبارك، بدلي كبير على ثمانية. وين تسكن ولدي؟ في الكاليتوس. في الكاليتوس، في الجزائر العاصمة. وش هو الجواب قبل كم من سنة؟ خمس سنوات. خمس سنوات، برافو برافو برافو. إذن الأب عمره 45 سنة والابن 25. قبل خمس سنوات، يعني الأب كان في عمره 40 سنة والابن 20 سنة، كان عمر الأب ضعف عمر الابن اللي كان 40 20. فهمتوا أحبائي؟ أعطيه الهدية تاع الشباب هذا. أعطيه لي، برافو. إذن ولدي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة باش تستفد بها. شكرا. العفو العفو ولدي العفو، تفضل تفضل تفضل. برافو 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 أحبائي. درك الحقنا الفقرة رسم اليوم. مع بشرة، تعالي بنتي ورينا الرسم هذا اللي درتيه لنا اليوم الجميل الجميل الجميل. تعالي بنتي يلا. أروحي بشرة. إذن تفضلي بنتي. إذن بشرة دائما ديرنا رسومات جميلة جميلة. تكلمينا على هذا الرسم بنتي. لازم نوقفوا التنمر في المدارس لأنه مشكلة كبيرة وتشكل مشاكل نفسية لكامل التلاميذ، وخلينا نخلو السلم في كل المدارس. برافو برافو. إذن لا للعنف، لا للسخرية، لا للتنمر في المدارس، لا للعنف أحبائي. من هذا المنبر، المدرسة هي مكان للتعلم وللتربية، يجب الابتعاد عن كل هذه الصفات هذه اللي ماهيش من صفاتنا احنا الجزائريين أحبائي والمسلمين. يا أخي أحبائي، نحبوا بعضنا كما. إذن بشرة دير لنا هذا الرسم باش نعلقوه ثاني في منزل عمو يزيد، في بيت عمو يزيد. أحبائي، في كل مرة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفلة هنا في الحصة. اليوم عندنا عيد ميلاد نصري نورسين. تعالي بنتي التحقي بيا التحقي بيا. إذن احنا نغنوا لنورسين عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو ديالها وحنا نغنوا لها مع بعض. يلا غنوا معايا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل.
برافو 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 برافو. إذن بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمعة، وحنا نديروا العد التنازلي لبنتي. إذا 11 10 5 3 2 1 طفي لنا الشمعة بنتي. برافو 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 برافو. إذا أعطيني الشهادة تاعها. إذا بنتي نورسين عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وكل واحد منكم يا أحبائي راح يتلقى شهادة باسمه، يحتفظ بها كذكرى، تعلقوها في الدار وتقعد لكم كذكرى كي جيتوا لتصوير حصة مع عمو يزيد. إذا تفضلي بنتي، وبما أنك رسلتينا باش ديري عيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة 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 هذه، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي، نحبوكم، السلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أنا اسمي كمال بن سمر وعمري 11 سنة، وتتمم بلدية عين الرش ولاية تمثيلة، ونعبر على فرحتي على هذه حصة عمو يزيد، ونشكرهم جميعا، فرحوا بنا والله وفرحنا بهم. بلدية جابر مساعد، ورحبوا بعمو يزيد. أنا فرح، أنا فرح بعمو يزيد لأنه دلنا هذا الفرحة وهذا الاحتفال. اسمي يوسف، فرحت كي جيت عند عمو يزيد. جينا عمو يزيد. واش ندير لك بزاف؟ ديري لي قطة. قطة هيا. روبرت نور زهرة من بجاي، عجبنا غير الدراري ولي بارون كاع ميستناو باش يشوفوا ليميسيون تاع عمو يزيد. جيناكم من بيت من ولاية بجاية، لا دايرة داكبو، دونك موالفين نشوفوا ليميسيون تاع عمو يزيد، عجبتنا بزاف بزاف بزاف، سجلنا جبنا الدراري عجبتهم ليميسيون تاع عمو يزيد. Donc tu peux venir là. Je m'appelle Amina Benama. Je suis contente. شوفوا كاع الحيوانات يحبوا الاطفال، ولكن يحبوا الاطفال اللي ما ياذيوهم، فهمت؟ هو الحيوان كي يحسك بلي راح تاذيه يخاف منك يا اخي. يا برافو برافو. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.